بضحكتها البريئة وطلتها السمحة تطمئن المرضى، وبخفة يديها تراضيه، يعتبرونها البلسم الشافي الذي يطمئنهم فترة نفوذهم للعلاج بالمشفى. يرونها بمثابة ملاك الرحمة، حتى تكشر الفتاة الشقراء عن أنيابها لتغرس الحقنة خاصتها في مرضاها لتريحهم من المرض للأبد وبدون أي ألم. تعجب الكثيرون من كثرة حالات الوفاة أثناء مناوبة جيلبرت، وفي الفترة ما بين العام 1990 إلى العام 1991 كان هناك نحو 31 حالة وفاة في العنبر الخاص بها، وأثناء مناوبتها وقد بلغت تلك النسبة 3 أضعاف حالات الوفاة في العنابر الأخرى، مما جعل باقي الممرضين يلقبونها بملكة الموت. ولكن كان ذلك في البداية على سبيل المزاح. استطاعت كريستيان جيلبرت أن تقتل أكثر من 50 مريضاً، وكانت تقتلهم عن طريق إعطائهم حقناً من مادة مخدرة تعمل على توقيف نبضات القلب على الفور. وما كشفها شك رئيستها في العمل فيها عندما اكتشفت نقص المواد المخدرة بعنبر كريستيان، فأوصلت الأمر إلى المدير والشرطة، وبالفعل تم إيجاد العديد من الدلائل على قتلها لمرضاها. وأحياناً كانت كريستيان ذات شخصية مريضة ونرجسية، تحب دائماً أن تلفت الانتباه إليها ويهتم بها الجميع، ذلك بحسب تقارير الأطباء النفسيين. وجاءت أسباب قتل أخرى لمرضى بسبب أنها كانت على علاقة بحارس الأمن في المشفى، وكانوا يستدعونه للمساعدة بنقل الجثث عند حدوث حالة وفاة، فكانت تقتل أحياناً لترى حبيبها ثم تركته وارتبطت بشخص آخر. وأحياناً كانت مواعيد مناوباتها تتعارض مع موعد لقائها مع حبيبها، فكانت تقتل مريضها حتى تستأذن بسبب تعبها النفسي مما حدث. أدينت كريستيان بثلاث جرائم قتل من الدرجة الأولى وجريمتي قتل من الدرجة الثانية ومحاولة قتل أحد المرضى أيضاً، وقد تم الحكم عليها بالسجن مدى الحياة 4 مرات متتالية. وفور دخولها السجن ارتبطت عاطفياً بسجين من أشرس المساجين المعروفين هناك، الأمر الذي أذهل الجميع، وقد أكد على أنها بالفعل مريضة نفسياً وحبها للظهور لن ينتهي أبداً.